السادة ممثل وفد المملكة العربية السعودية الشقيقة ضيف شرف المؤتمر، والسادة ممثل الهيئات الإعلامية داد هيئة فولبرايت برنامج راسموس الاتحاد الأوروبي المركز الثقافي البريطاني والمركز الثقافي الروسي، أهلا بحضراتكم جميعا. إن انطلاق مؤتمر جامعة عين شمس العلمي في نسخته الثامنة هذا العام تحت شعار الإبداع الابتكار الصناعة لم يكن من قبيل مصرفة، وإنما وفق ما تقوم به الجامعة في إطار خطتها الاستراتيجية 2018-2023 والتي تواكب في فلسفتها ورسالتها رؤية الدولة المصرية 2030 باعتبار الجامعة جزء لا يتجزأ من أهداف وتحديات وطموحات الوطن. الخطوة الكريمة إن البحث العلمي لم يعد طرفا تقوم به المؤسسات البحثية والأكاديمية للوصول إلى المعرفة والحقائق العلمية.